وبوصولنا لهذا اليوم في رموز مسافة 8 كيلومترات مع سن الثنايا، وما زال للحديث بقية وللمجد قصة ترويها لنا طموحات ورغبات ملاك الهجن المتمثلة في قدراتهم ودوافعهم للمشاركة وحرصهم على خطف الرمز وتسجيل أسمائهم في صفحات التاريخ لمهرجان يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. انطلق شوط القعدان الثنايا المفتوح، انطلق أقوى رموز الثنايا القعدان، انطلقت هذه الأسماء فيه وتشكلت وشكلت انطلاقتها المبدئية في هذا الشوط. ومع هذه المسافة التي سوف نشهد فيها وإياكم الكثير والكثير من المفاجآت والمتعة التي تكنها لنا هذه الأسماء والشعارات، بداية أتقدم مع المركز الأول، بداية أتقدم مع أول المتقدمين، مع واضح الذي يتقدم بهذا الشعار الواضح من أمام الشاشات، حيث ينطلق شعار إجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، من يقدم لنا واضح الذي يسلك الطريق الواضح الذي يسلك الطريق نحو القمة من خلاله يسير ويتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني الرئاسة وهجنها، الرئاسة من تقدم لنا مروح. هذا يوم الحضور يا العملاق، هذا وقت الإبداع في مهرجان ترفرف فيه الأعلام عاليا وتلوح، ولكن غير مشوش في هذه الأثناء وتقدم مشوش ليصل بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ الذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان، بمتابعة الصادق فضل الأمين من يتابع ويرافق انطلاقة مشوش مع المركز الثاني الذي يتقدم الذي يسير ويتقدم نحو الانتصار، بينما المركز الرابع هنالك أملبي يأتي مع المركز الرابع أيضا لهجن الرئاسة، وقد أوعز بمهمة هذا الشوط إما بطلا لهذا الشوط أو يسهل الصعوبات لزملاء، فكان ملبيا لهذا النداء ملبيا بكل إمكانياته بكل ما تقتضيه من مهارة وفن وإبداع من أجل الوصول للقمة، والوصول للقمة صعب والأصعب المحافظة عليها يا العملاق. من يتقدم مع ملبي سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بينما المركز الخامس هنالك مشغل يأتي مع المركز الخامس، يحاول أن يستغل إمكانياته ومهاراته أفضل استغلال من خلال التكتيكات المتبعة في مثل هذه الأشواط، وبرفقة مشوش من أجل الانتصار ومن أجل خطف هذا الرمز الغالي والثمين. هكذا هي الأسماء للخمسة المراكز الأولى، هكذا هي الشعارات التي حضرت وتواجدت من أجل الانتصار، واتجهت مباشرة إلى الرمز وكأنها تتغزل بالرمز قائلة: كل اتجاه إلى عينيك يأخذني، من أين أعبر يا كل اتجاهاتي؟ سارت نحو أهدافها، رسمت طريقها بدقة عالية، بهندسة تكتيكية فنية عالية، بخبرة كبيرة، بلمسات الخبراء في عالم الهجن والتضمير. تواجدت المؤسسات وحضرت بكل إمكانياتها، فحضرت بكل العدة والعتاد، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، إلى هذا الحوار الثنائي ما بين الاسمين، ما بين الشعارين، في مسافة فيها الكثير والكثير من التفاصيل، فيها الكثير والكثير من الأحداث. أنتم على موعد مع الأحداث الكبيرة في
في مثل هذا المهرجان. ولكن مقدمة الشوط مع مشوش الذي غير وبدل مجريات هذا الشوط، يريد أن ينفرد بهذا الأداء وبهذا العرض بشعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان، يتقدم مع المركز الأول. وها نحن ننتصف المسافة يا الصادق يا فضل الأمين، من يتابع ويرافق مشوش الذي بدأ ينطلق، الذي بدأ يوسع المسافة ما بينه وما بين أقرب المنافسين، حيث أنه بدأ يتقدم ليصعب المهمة على بقية المنافسين، ليقوي حاجز الدفاع ويقوي متانة ورصانة هذا الحاجز الذي يكونه في المسافة التي اتخذها في هذا الشوط وفي هذه اللحظات. المركز الثاني، الرئاسة بدأت تسل مع المركز الثاني والثالث، تدعم صفوفها في المراكز المتقدمة وتحضر مع ملبي ومروح نحو المجد. تتجه الرئاسة نحو الانتصار، تتجه وتحاول أن تلحق بركب الصدارة. والمركز الرابع وصل مشغل ليأتي الدعم مع هذا الشعار الذي يدفع باسمين في هذا الشوط، سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان، بمتابعة الصادق فضل الأمين. هجن الشحانية بدأت تقترب مع المركز الخامس في هذه الأثناء، وتحضر مع شعارها وتحضر وتقدم لنا مشكور. مشكور يا من حضر، مشكور يا من شاركت، مشكور يا من شجعت ودعمت. الكل فائز بهذا التجمع الأخوي والمنافسة الشريفة. ولكن يشبل الرمز ينتظر واحدا، ينتظر منفردا ومتفردا بهذا الشوط وبهذا الرمز. أيضا هجن زعبيل بدأت تتدخل وتصل مع الواضح. الواضح الواضح يأتي ويتقدم في هذه الأثناء. الطريق للقمة هو الطريق الواضح الذي يعشقه كل شخص ناجح، الطريق إلى القمة يا بن مراشد. نعم هذا هو الواضح، بطل كأس العلا في العام الماضي، وهو يسير اليوم إلى العلا لخطف رمز خادم الحرمين الشريفين أو ليكون له مكان في العلا هناك. يا سلام، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى التغييرات التي حدثت في هذه الأثناء مع الشحانية وهجنها، من غيرت وتقدمت وقلصت المسافات. وها نحن بدأنا بتقليص المسافات ما بين وما بين الرمز الغالي والثمين. هجن الشحانية تتقدم مع مجد، هجن الشحانية تحضر في هذه الأثناء مع مشكور. نعم مشكور يتقدم، مشكور يسير، مشكور يتقدم أيها الشبل. جابر بن سالم بجابر بن فاران المري في المتابعة والمسايرة والتضمير، يتقدمون أبناء دولة قطر، يبحثون عن هذا الرمز، يبحثون عن الرمز الثاني لهذا الشعار في هذا المهرجان. أيها الشبل، من يتقدم مع المركز الأول؟ من يسير مع هذا الإبداع؟ الرئاسة بدأت تصل، الرئاسة بدأت تقترب، وأيضا هجن زعبيل وأداء جميل، أداء تترجمه هذه الذلل بخطواتها المتسارعة وبأداء مضمرها وبتكتيكاتهم العالية في هذا الشوط. وأيضا وصل لازم 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 يصل مع المركز الثالث في هذه الأثناء ويتقدم لازم. والشحانية تنافس بقوة وبشكل حازم وتفعل المستحيل في سبيل الوصول للرمز. الشحانية مع المركز الأول والثاني، تقدم لازم وتقدم مشكور. مشكور ولازم، والأمتار الأخيرة هي أمتار تحتاج إلى قرار حازم، إلى قرار حازم وشجاع. مع الأمتار الأخيرة الرئاسة بدأت تتحرك، وهجن زعبيل بدأت تتقدم نحو
نحو المركز الأول. الشحانية مع مشكور، مشكور مع المركز الأول، مشكور يا الرياسة القادمة مع المركز الثاني. من تقدم لنا ملبي؟ هجن زعبيل مع الواضح، مع البطل الواضح، الواضح هل سيسجل هذا الإنجاز بعد تحقيق كأس العلا في العام الماضي؟ ما شاء الله وتبارك الرحمن، أي عرض، أي أداء. الكيلومتر الأخير، الأمتار الأخيرة الحاسمة والفاصلة عن الانتصار، ولكني كأني أرى سير الظبي مع سير هذا البطل المشكور الذي يتقدم، ولكن الواضح، الواضح لا يتنازل، الواضح لا يستسلم. هجن زعبيل يا بن مروشد، هجن زعبيل يا بن مروشد، المتألق في كل مهرجان يتألق، المتألق يبدع في كل مهرجان وفي كل حدث تاريخي يسطر اسمه بأحرف من ذهب. هجن زعبيل شع نجمها في آفاق درة الميادين، فأنت الدرة التي تشع في فلك النجوم. هجن زعبيل مع رمز القعدان المفتوح، مع رمز الثنايا، الواضح البطل، الواضح الذي يحضر في كل مهرجان وفي كل أرض وزمان. سلام إلى الأشقاء في دولة الإمارات، تحية لهذا البطل، تحية لهذا البطل الذي حضر وتألق كالشمس الساطعة في سماء المجد والانتصارات. هجن زعبيل والسلامات إلى المتألق من مروشد. المركز الثاني هجن شحانية مع مشكور بعدما قدم أداء يشكر عليه، وثالثا هجن الرياسة مع مجد. المركز الرابع متابعينا مشاهدينا الكرام، حضرت هجن الرياسة أيضا مع المركز الرابع مقدمة ملبي، والمركز الخامس حضر في لازم لهجن الشحانية. إذن تهانينا وألف ألف مبروك لهجن زعبيل على هذا الفوز والانتصار، مع واضح البطل، مع واضح المتألق الذي سار إلى القمة مع الطريق الواضح. مهما كانت الصعوبات، مهما كانت العوائق، فهو يحضر كالبطل، والبطل دائما يذلل الصعوبات. تهانينا والف مبروك للأشقاء في دولة الإمارات على هذا الفوز والانتصار المستحق. نعم هذا هو الواضح، وهكذا هجن زعبيل حضرت، وهكذا بن مروشد كما عود جماهيره ومحبينه على الحضور والظهور عندما يستوجب الحضور. التوقيت الزمني ولحظة الوصول 12 دقيقة و18 ثانية و17 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك، مشكور حل في المركز الثاني لهجن الشحانية، 12 دقيقة 24 ثانية 69 جزءا من الثانية. مجد في المركز الثالث لهجن الرياسة، 12 دقيقة 27 ثانية 65 جزءا من الثانية. هجن الرياسة أيضا مع ملبي مع المركز الرابع والمركز الخامس لازم لهجن الشحانية. إذا تهانينا وألف ألف مبروك لهجن زعبيل على هذا الفوز والانتصار وعلى هذا التألق.